فير بلاي الاثنين 14 جوان 2021، اهلا بكم في موعد جديد من فير بلاي. فير بلاي اسلام المدب معاكم في الاعداد والتقديم، من السيسي في الاخراج، ادم المدب في الاخراج الرقمي. نجموا تتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكل من خلال الفريكونس نتاعنا، ايضا من خلال موقعنا راديو اكسبريس اف ام بوان كوم، وين ما كنتوا موجودين في العالم الكل خاصة التوانسة خارج تونس. كيف تنجموا تشاهدونا بالصوت والصورة من خلال اللايف ستريمينغ اللي بدا توا، تلقاوها على الصفحة نتاعنا اكسبريس اف ام، وتلقاوها ايضا على الصفحة الخاصة بالرياضة اكسبريس اسبورا. برشا مواضيع في حصتنا اليوم، البداية اكيد مع الحدث تقريبا منذ الاسبوع الماضي وتواصل حتى الاسبوع الحالي للمنتخب الوطني التونسي. نحكيه على مقابلته خاصة ضد المنتخب المالي، كيف اليوم كانت ندوة صحفية للكوتش نتاع المنتخب منذ الكبير، كان فيها زميلي أنيس السحباني باش نحكيه عليها أهم جافية بعد شوية مع أنيس السحباني. لكن قبل هذا نعطيكم شنو عندنا في المنيو في الحصة نتاعنا اليوم. باش يكون معنا وجدي السيد المحلل الفني، نحكيو معنا مقابلة مالي غدوة، شنو الانتظارات من المنظر الكبير، شنو انتظارات الشارع التونسي، شنو يستنى هو كمدرب كناقد كمحلل فني من المقابلة هذه. ايضا باش يكون معنا بالتليفون محمد علي معالج، الكوتش نتاع اتحاد تطاوين الجديد، اليوم تقريبا وقع الاعلان على التعاقد معه بعد موسم في النجم المتلوي حقق فيه تقريبا الهدف وهو ضمان البقاء، يلقى روحه اليوم في تجربة جديدة هي الثالثة او الثانية ليه في الرابطة الاولى بعد نجم المتلوي باش تكون اتحاد تطاوين. ايضا نحكي والعاب قوى، مروة بوزيان تحقق تأهلها الريو بطولة الالعاب الاولمبية ان شاء الله طوكيو 2021، باش تكون معنا بتليفون مروه بوزيان نحكيو على تأهلها للأولمبياد. دونك البداية كما قلت مع الندوة الصحفية للمدرب المنظر الكبير، زميلي أنيس السحباني كان موجود في الندوة هذه، حكي مع المنظر الكبير حاول برشا تفاصيل في الندوة هذه، أهم الكواليس الجزئيات باش ناخذوهم في المباشر مع أنيس السحباني. أنيس أهلا بيك. مرحبا بيك إسلام، تحية ليك ولكل مستمعينا على إكسبريس إف إم. مرحبا أنيس، دونك كنت حاضر اليوم في الندوة، احكي لنا الاطار نتاعها نيس التفاصيل، الاجواء كيفاش كانت خاصه في ظل الانتقادات الكبيره المنظر الكبير تاع بعض نرجعوا لهم، نحكي اهم ما جا في الندوه هذه. دونك سلام، كما كل مباراه في ثلاثه مباريات الوديه ذوما المدرب منظر الكبير يكون معاه ملاعب قبل كل مباراه، كما طبعا مباراه غدوه ضد المنتخب المالي اليوم كانت الندوه الصحفيه مع لمنظر الكبير مدرب المنتخب، ومعه كان طبعا ايمن السليتي لاعب المنتخب الوطني التونسي في الكونفرنس اللي بدات 11:30. بالمقارنة ساعة مع مباراة الجزائر والندوة الصحفية اليوم عدد الصحفيين الحقيقة ما كانش كبير برشا، وهذا نفهم ممكن أنه خيبة حتى على المستوى الإعلامي لمباراة الجزائر. على كل طبعا منظر كبير أكيد كان وهو جاي للندوة الصحفية كان يعرف مليح وكان أنه الانتقادات كبيرة برشا حول مباراة المنتخب الجزائري اللي تقريبا حد شيء ما مشى، على عكس ممكن ما قال هو ساعة أنه في 20 دقيقة فقط راه حتى في الشوط الثاني منتخبنا ما عملش برشا فرص، ممكن زادة أن المنتخب الجزائري ممكن بعد ما تهنى على النتيجة هو اللي زادة طيح في النسق. هاتف ما ساعة منظر كبير شنو قال على مباراة عملنا انتصار وهزيمة في زوج مقابلات الفارطة ضد الكونغو، ربحنا واحد بلاش، فما حاجات اللي كانت بها نحافظ عليها، فما حاجات اللي ما مشات سيختو في لونتام، كيف ضد المنتخب الجزائري ما نجحناش باش ندخلوا كيما يلزم، دخلنا بطريقة اللي أعطت المنافس برشا وضعيات خاصة على مستوى الكرة الثابتة قربونا برشا. عموما 30 دقيقة الأولانية كانت بعيدة على الشيء اللي حضرناه، ما نجحناش في 30 مينوت الأولانية، كان البري كبير خاطر كان قاعدة حتى أنا زيرو نصور اللي كانت تجم تكون جوابل. مالوريزمون قبلنا البونتو الثاني اللي كان على المستوى المخاخ رزين شوية، الإصلاحات صارت ما بين الشوطين، دوزيمي تون كانت فما رياكسيون، حطينا الكرة اللي لازمها تتحط ولعبنا اللعب نتاعنا، ما كناش محظوظين باش نرجعوا حتى على مستوى 2-1. ماتش نتاع الجزائر فيه بوكو دونسانيمون على المستوى الفردي، على مستوى الاختيارات، على مستوى الجماعي، على مستوى لي زابروش الكل. مانتنو فما نقول ديما فما خسائر ينجموا يكونوا فيهم فايده كبيره، كونديسيون ناخذوا لي بون زونسانيمون، ناخذوا الدروس منهم ونحاولوا باش نطوروا فرديا وجماعيا.
طبعا فيما يخص مباراة الجزائر اللي تلعبت بتاع في المباراة الثانية في التربص نتاع المنتخب الوطني التونسي. حكيت سليم قبيل شوية على اسلام قبيل شوية على الملاعبية، طبعا الفايزيا زي بعد شوية زاد حتى نسمع عن ايم سليتي نتاع الملاعبية اللي داخلة والملاعبية اللي خارجة. ذكر انه تقريبا 7 ملاعبية ويكمل باش يكمل معاهم بعد مباراة مالي بتبيع باش يغادر فقط طبعا الحارس المرمى فاروق بن مصطفى، لانه معناتها واضح ان الاتفاق من اول قبل بداية التربص انه ملاعبي الترجي يغادروا بعد المباراة الثانية، ودليل انه محافظة ليبرون لعب ماتش كامل تقريبا في الماتش الاولاني، ثم لعب كان ميتون في الماتش الثاني، واضح انه ما يحبش ينزل عليه على المستوى البدني باعتباره انه باش يلتحق بالترجي التونسي. دونك يكمل فاروق بن مصطفى مباراة مالي، وهذا واضح انه ممكن فاروق اللي باش يكون غدوة في مباراة ضد المنتخب المالي. الملاعبية الجدد اللي نجم يكونوا ضد المنتخب المالي حكي عليهم انيس انيس قبل الملاعبية الجدد انيس ما يسالش هل فاروق بن مصطفى لمحت ينجم يكون معناتها باش يكون هو معناها غدوه معناها هذا مؤكد ولا معاذ حسن؟ ثم كلام صار على هذا؟ اي هو الحكايه معناتها قبل التسجيل يعني في كونفيرونس دو بريس حكى انه حكى قال انا الملاعبين نتعامل معهم كابركا، حكى على الوضعيه نتاع دي لامبرو، حكى على وضعيه وهاب الخزري، حكى على محمد علي بن رمضان، وحكى على فاروق بن مصطفى وقال انه معناتها فقط هو بركه اللي باش يكمل مباراه مالي وبعد باش ياخذ في الترابس باعتبار تعرف سليمان الترجي موجود في تبرقه، يعني اذا كان ما نتصورش اذا كان ماهوش باش يلعب باش علاش يخلي فيه المدرب نتاع المنتخب الوطني، يعني نجم يستفيد منه وقتها اكثر مدرب الترجي معاذ الشعباني، هذا اجتهادي الشخصي. الخازري الخازري وبرون شنو قال عليهم انيس؟ الخازري يحكي انه اصابه بدات تحير له، بالنسبه لبرون عنده يعني زوجته معناتها ربي رزقه بمولود ثاني، يعني يحكي على تفاصيل عائليه ما حبيناش نركزوا معها برشا باعتبار انه حتى اذا كان مش مصدقين برشا الحقيقه الامور، لكن حكى على معناتها وضعيات عائليه معناتها ما تنجمش تدخل مع برشا في جدال حول انه زوجته رزقت بمولود ثاني ولا الاصابه نتاع الخزري تستحق انه يغادر المنتخب. تو بعد شويه اسلام وقت تسمع نايم السيتي يقول معناتها بالطبيعه نتقلق وقت الملاعبيه تبدا خارجه، معناتها ما نجموش نعملوا تربص كامل في معناتها بالملاعبيه الكل. قلت الملاعبيه الجدد اللي نجم يكونوا حاضرين ممكن في المباراة الجاية يحكي عليهم مدرك كبير. نشوفوا الناس اللي ما لعبتش بتتر من الاول في الكونغو والجزائر، النومبر نتاع دي جون 7-8 جوارات. انا خمم في المنتخب ونحب المنتخب، فما ناس بتتر يلفي ابيل سولمون لي جوار اللي 27 و28 المرحلة هذه، لكن نخمم في الحاضر ونخمم في المستقبل القريب. ما وخرتش في شعايط الملاعبيه اللي 18 و19 و20 سنه والنمبر نتاعهم ماهوش صغير 4-5، خاطر انا نقدر ومتاكد ومقتنع اللي كونوا باش يكون لهم شان عام اخر وعامين اخرين كما عملناه قبل مع انيس بن سليمان وعملناه قبل مع محمد علي بن رمضان مع حمزه رفيعه، اليوم ولاو برسك من ثوابت نتاع المنتخب قاعدين نعملوا فيه زاد كيف مع رقيق اللي باش يكون ان شاء الله موجود مع حنا بعد مع علي يوسف العديد من الملاعبيه بالامين النمبر هذا وزيد مع انيس بن سليمان مع حمزه رفيعه ما اللي سميتهم لك ونين نكملوا على نتكلموا على 7 ولا 8 اقل من 21 سنه، وهذا ماهوش سهل باش تتسويت تلقى اوتوماتيزم وتتسويت باش تلقى كويزيون باش تلقى دي تسويت روندمون اللي انت فرحان به، خاطر هذوما ما لازمناش نحرقوا من المراحل معاهم لازمنا نصبر عليهم. باهي مازلنا مش نحكيو مع انيس السحباني على اهم ما جاء في الندوه الصحفيه هذه، خاصه موضوع الانتقادات للمدرب منذ الكبيره، فما حتى تصريح قوي شويه منه هو حل برشا نقاط استفهام، لكن قبل هذا فاصل اشهري وبعد نرجعوا انيس السحباني. Cette année, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro repoussent toutes les limites du possible. La nouveauté, un système photo pro qui révolutionne la prise de vue en conditions de faible éclairage. La puissante puce A14 Bionic. Un écran Super Retina XDR pour ne pas passer à côté du moindre détail. Et des accessoires MagSafe pour une recharge sans fil encore plus rapide. L'iPhone 12, disponible chez vos revendeurs agréés. Oh,
فير بلاي. مازلنا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وخاصة الموضوع الأهم اللي وقع اليوم في الندوة الصحفية، الانتقادات، الكلمات، الأسامي حتى اللي وقع طرح خلاف المنظر الكبير اللي تقريبا بدا الحديث أكثر على إقالته. الأجواء في النقطة هذه يعني كيفاش كان تعامل المنظر الكبير معها اليوم، خاصة كيفاش الأجواء الكوليس؟ نحن نعرف من حتى الكلام تصور منظر كان متقلق شوية من الكلمات هذم، أي مدرب في العالم تصور يتقلق زاد؟ كما قلت في البداية سلام، واضح أنه منظر كبير ومعنتي، وأنا نعرف الذكاء متاعه وأنه يعرف أنه بشي تسأل السؤال هذا. ممكن نحكي لك على الندوة الصحفية قبل الاستجوابات، لأن يعني الاستجوابات يصيرون بعد الندوة الصحفية طبعا. تسأل في مناسبة أولى حول معنتي، فما واحد زملاء صحفيين يسألوا سؤال، يعني ثلاثة أسئلة ممكن في سؤال منهم على السؤال على الانتقادات. إجابة منظر كبير ما كانتش، ما جاوب ممكن على زوز أجزاء الأولانيين تاع سؤاله، تجاوزها. ثم أنا خذيت الميكرو أصريت أنه قلت معناتها سألته أنه معناتها زميلك كان سألك سؤال حول الانتقادات لهنا، ممكن كي معناتها شاف الإصرار تاع الزملاء أنه يعني الموضوع متاع الانتقادات، قلت هو كان يتوقع أنه يتسأل السؤال ذاته. فإجابته أكيد تعرف الأسماء اللي طرحت حول مدرب المنتخب السابق نبيل معلول، حول مدرب الأهلي المصري موسيماني، معناتها عديد الأسماء. منظر كبير كان واضح أنه ممكن بعد مباراة مالي، وهذا استنتاجي خاص، أنه باش يعمل تصريح بعد مباراة مالي، يكمل مباراة غدوة فما باش يعمل تصريح ويحط النقاط على الحروف، واكيد عنده برشا كلام ممكن باش يقوله، لانه ممكن فوز تربص. زاد سالته اسلام حول طول التربص، يعني حكينا على الملاعبين اللي خرجوا من المنتخب، قلت له انا تقريبا من يوم 25 الى يوم 15 تقريبا 20 يوم، يعني تربص طويل تقلق الملاعبين في نهايه موسم. بطبيعه الملاعبين المفروض يكون عندهم اجازه باش يرتاحوا يلقاوا روحهم في تربص، ولو انه مشكل نحن يعني صح لا لا، هو بيدو حتى نفس إجابته، هو بيدو قال حتى المنتخب الجزائري وحتى المنتخب يعني، لكن قال معناتها مش خاطر معنا منتخبات أخرين يعني بالضرورة الملعبية ما تقلقش، نجم ملعبية الجزائر مثلا ما يتقلقوش وملعبية منتخب واحد آخر، تعرف النفسية نتاع التونسي. والدليل شفنا برشا ملعبية خرجت ومشات صيف، هذا هو والدليل فما برشا ملعبية تعرف نفسية التونسي ما يحبش تحصل 20 يوم في تربص، خاصة أنه تعرف 95% من الملعبية جاوا لتونسي معناتها يلعبوا خارج تونس، يعني مفروض كي باش يجيو في العشرين يوم هذوما على الاقل يشوف العائله ولا يعني معناتها للسياحه اكثر منه، يلقاو روحهم محصورين في تربص، وباعتبار طبعا جرائم كورونا دونك يلقاو روحهم محصورين اكثر في تربص. على جمله الانتقادات هذه اللي توجهت له خاصه بعد منتخب الجزائر، شنو قال هذا منظر كبير؟ تعرف مدربين في العالم نتاع المنتخبات هما اللي ما يقبلش الضغط، وقت اللي تشد الناس تقريبا معناتها المحلين كل برشا محلين على الاقل، مش كل غالطين الاختيارات الفنيه، فما اللي يرمي المنديل يقول انا نمشي على روحي ما عادش نحمل الضغط، وفهم انت كيفاش شنو كيفاش تتعامل مع الوضعيات هذو؟ المتيه نتاعنا متيه تري ديفيسيل، المتيه اللي فيه دي مومون فور في وسط السيزون، وفيه دي مومون متوسطين، وفيه دي مومون ميم خايبين دون لي ديفيكولتي. اما نقدر اللي كانوا دون لي ديفيكولتي يلزمك تكون اقوى وتكون كونفيون وتكون سران وتكون مقتنع بالشيء اللي تعمل فيه، والمشكل هو اللي من الداخل. وقت انت من الداخل توي دون لا ماتريز وما عندك شي مشاكل في وسط الجروب نتاعك، والاختيارات تنجم نناقشوا فيها نحكيوا فيها الاختيارات، حتى ماتشوات نتاع فينال تشامبيونز ليغ في الكوب دوروب ويتكلموا. يعني كنت محلل، يعني كنت محلل في تعطي رايك. ما نقابل نتكلموا في كوره، والانترنور اللي ما يقبلش النقد وما يراجعش روحه وسخايب روحه هو اللي كونه الكوبي بارفيت، نصور غلط. ابري تو الكل تاع فيدباك مع روحك وتحاول تمشي وتتحسن، اما هذا ما مقبول. انت تتكلم وتعطي رايك وتقول شيء، وانا زاد كيف نختار، وانا بعد باسكو انا جو في اسيومي ما دامني انا باش نتحاسب ومن انا باش نتقيم سالاه، نخدم الحاجات اللي راهم انا مقتنع اللي تقوم لك مقتنع بهم التو للمنتخب الحاضر وللمستقبل نتاع المنتخب. سي روفير نعاود نعمل نفس الخيارات، خاطر انتم ما تعرفوش شنو اللي من الداخل، ما تعرفوش شنو هي الجاهزيه نتاع الملاعبيه. اللي يتكلم من برا سي سارتان يتكلم ابريكو،
ماهوش عايش اللي كانوا جي مون تخوا شنو هي الوضعيه نتاع الملاعبيه، شنو هي هذه الوضعيه نتاع هذه، شنو هو الادفرسير، شنو يلزم، هذا كله سي فاسيل ادير ابخي. دونك وانا عادي الوضع هذا ما عندي حتى خلق. مي فما نقطه اخرى اللي كانوا فما النقد وفما الانتقاد، انت العمل تخدموا واحد كل شيء، وفما ناس بحسابات اخرى طبعا الماتش نتكلموا فيهم باش نجيو نتكلموا فيهم دون فاسون ديتايي وباش نوضح الامور قد قد، مي سو نو با لو مومون. وكيما قلت لك قبليك كل واحد كتابه يعبيه باللي يحب، وكل واحد يخدم الخدمه اللي راه حسابات من شكون كوتش، كل واحد يخدم الخدمه اللي راه فيها واللي تليق به ولا ما تليقش ولا موجوده في الليتيك نتاع الاخلاقيات نتاع المهنه ولا الاخلاقيات نتاع الواحد، كل واحد حر. وكاش معناتها كتابه احنا بعد كنا باش نتحاسبوا، كتابك عبيب اللي تحب. اي ما انت كنتش معناتها يقلقك انك تسمع في اسامي اخرين نتاع منتخب قاعده تخرج في الليباج وفي الفيسبوك، تقلق هذه ولا ما تقلقش؟ بعد الماتش تاع المالي نجاوبك عليه هذا، خاطر توا انا في كونفيرونس دو بريس الاطار نتاعها سي الماتش تاع المالي. بعد الماتش تاع المالي توا نتكلموا ونجموا نتكلموا اوفرتومون في برشا حاجات. انيس انت قلقت واكثر من انتقادات ظهر. تعرف انا حسام حبيت نسال يعني الاسئله اللي قاعده يتداول معناتها تتداول في تونس. تعرف مدرب هو بيدو راهو حتى نفسيا ماذا بيه، راهو حتى بعض الصحافه يسالوه باش يفرغ هو بيدو قلبه، ظاهر انه بعد مباراه مالي ترى نعاودوا نرجعوا له ان شاء الله غدوه بعد المباراه ونعاودوا نسالوه نفس السؤال اللي انا وعدنا انه بعد مباراه مالي باش يجاوبنا. واضح انه يقرا معناتها ويدخل وسائل التواصل الاجتماعي، واضح انه الميساجات نتاع انه وقت اللي حكى على اخلاقيات واضح انه قرا الاسامي نتاع اللي مطروحه معناتها لتدريب المنتخب الوطني التونسي، ممكن قرا زاد ميساج انه قد يغادر تدريب المنتخب، يغادر بين معناتها وحده والا يتم اقالته والا يتفاهموا. انا ممكن نتوقع انه في الايام القريبه الجايه فما برشا حاجات باش تتبدل في المنتخب الوطني التونسي، وانه مباراه الجزائر ممكن باش تكون مفصليه في تعامل، خاصه انه حتى في الاوف تعرف واضح انه يعرف كما قلت الاسامي والانتقادات. يعني هو حكى على نقطه مهمه، قال معناتها انتم ما كنتوش حاضرين معانا، ما نجموش الصحفيين الكل نجموا نعيشوا في نفس النزول بتاع المنتخب ونحضروا حتى السيونس، هو اصلا عندهم حتى 15 دقيقه في حصه تدريبيه واحده، يعني ما نجموش نكونوا قال انتم ما تعرفوش وما عندكمش تفاصيل، بالطبيعه ما عندناش تفاصيل خاطر اصلا ما يخليناش ندخلوا للتربص المنتخب، ما نحضروا كان على 15 دقيقه، يعني نحكموا على 15 دقيقه ونحكموا على المباراه. لا فما اشياء واضحه، معناها انت كي تبدل الفلسفه في خطه تكتيكيه ما بدلتش ملاعبي وسام، انت بدلت خطه تكتيكيه كامله. هذا هو سلام، يعني ما نجموش نكونوا طبيعي جدا انا ما عندناش التفاصيل نتاع الحصص التدريبيه لانه حتى حد ما يحضر الحصه التدريبيه هذه ما عدا طبعا مصور الجامعه التونسيه لكره القدم، وبالتالي واضح انه منذ الكبير قلت قد تكون الايام القادمه كفيله بانه معناتها يصير حاجه، يا اما برشا ملاعبيه، وهذا قناعتي الشخصيه انه يعني برشا ملاعبيه ما عادش في عايت لهم المدرب المنتخب الوطني التونسي، قد يغادر هو نفسه لانه لا يتحمل الضغط، قد يتم اجباره على المغادرة، يعني بابا برشا حاجات ممكن في الساعات القادمة باش توضح. بالنسبة لنعيم السليتي قلت كان حاضر، حكينا معاه زاد في درشة حول الفاي فيام تاع الملاعبية، الناس اللي تدخل الناس اللي تخرج، زاد حكينا معاه ما نعرفش من بعد زاد حتى على إيريكسون لاعب المنتخب السويدي وكيفاش قاعد يتبع هو في اللورو ولا لا مع الملاعبية تاع المنتخب. على كل نعيم السليتي كان واضح أنه متقلق من انهم يكملوا تربص لاعب منتخب الدنمارك إيريكسون، عفوا قلت نعيم السليتي كان واضح انه متقلق من الناس اللي خرجت من المنتخبات. نسمع. C'est une très belle rencontre parce qu'elle est différente le Mali des autres équipes. C'est une équipe très joueuse qui joue de derrière avec des joueurs très techniques. Parce que souvent on dit les équipes africaines sont un peu diminuées techniquement par rapport à nous. Mais là non, c'est vraiment une équipe qui joue de derrière. Donc ça va être un match très disputé avec des joueurs qui jouent en Europe. Ils ont des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Allemagne, en Angleterre. Donc voilà, ça va être un bon match, un bon test pour nous. Mais nous on doit surtout changer notre entame de match contre le Congo et l'Algérie. C'est pas normal qu'on rentre comme ça dans le match. Donc on doit montrer vraiment les premières minutes qu'on est à Rades, que Tunis c'est une grande nation et qu'on doit se faire respecter.
نعم لو فاي فيان دي جوار دون سو ستاج سا ديرونج لي زوتر جوار ديجا Moi, je ne vais pas te mentir, bien sûr que ça dérange. C'est pas facile de comment dire, préparer des matchs et qu'il n'y ait pas tout le monde. Maintenant, tu ne peux pas contrôler tout ça. Il y a des blessés, il y a des joueurs qui ont des problèmes familiaux, des problèmes. Et voilà, c'est au président et au coach à gérer. Maintenant, c'est sûr, je ne peux pas te dire, je ne vais pas te mentir, je vais te dire non, tout va bien, etc. Quand il y a des cadres qui partent, etc., ça nous fait toujours mal parce qu'on a besoin d'eux. Maintenant, voilà, l'équipe nationale, il y a beaucoup de joueurs. Il y a des très bons jeunes qui arrivent aussi. Donc, ça va permettre au coach de les montrer devant tout le monde, voilà, des bons joueurs, et Inch'Allah, on va essayer de faire avec et de très bien finir, Inch'Allah, c'est le plus important. دونك هذا كان عيب السيتي واضح كما قلت انه معناتها ما نجم قال معناتها ما نحبش نخبي انه الاجواء على العال يعني فما قلق من اللاعبيه خاصه اللي عنده امور عائليه والا الاصابات دونك توا اليوم تقريبا توا قبل اكثر شوي من 24 ساعه على مباراه مالي نتيجتها الحقيقه سلام صحيح مباراه وديه لكن انا في قناعتي الشخصيه وحسب معناتها ما نعرف الكواليس نتاع المنتخب انه نتيجتها باش تكون عندها قيمه كبيره ياسر على مستوى الاطار الفني كما قلت حتى الملاعبيه لانه واضح انه بعد التربص هذايا حتى كان المدرب حتى كان يبقى المدرب منظر الكبير لان فما برشا ملاعبيه ما عادش يعيط لهم لانه تعرف انه الناس كل ممكن غدوه باش تاخذ حظها لكن فما ملاعبيه مش باش تعيط لهم دونك حتى النتيجه الا لا يقدر في صوره مال هزيمه باش تكون عندها انعكاسات كبيره على مستقبل منظر كبير مع المنتخب الوطني التونسي. واضح يعطيك الصحه شكرا لك انيس السحباني على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص الندوه الصحفيه اليوم للمدرب المنظر الكبير كذلك ريما فوق بن نعيم سليتي قبل مواجهه غدوه ضد منتخب مالي ان شاء الله انطلاقا من 8:30 متاع الليل. دونك موزيكا بعد الاخبار ومن بعد مكملين فير بلاي مواصلين حتى 9:30.